تهزهم بيدك. الاول بنزين، الثاني باتري، الثالث باتري. الاول يوزن 3.7 كيلو، الثاني 2 كيلو، الثالث 1.2 كيلو. اهم اختلاف بيناتهم هو الوزن، الوزن ومدة العمل. ثاني الاول تاع البنزين تقدر تخدم به وقت طويل، نقولوا تملى ريزرفوار يمشي لك حتى 3 سوايع 4 سوايع. الثاني ممكن باتري مشارجية يمشي لك حتى ساعة ونص. الاختلاف الثاني هو الطول تاع طبق السلسلة. الاول تاع البنزين حتى 30 سنتيم، الثاني 20 سنتيم، الثالث 20 سنتيم، كذلك العرض تاع الطبق تاع البنزين الثاني والثالث 3 سنتيم. هذه الميزة تاع عرض الطبق والطول تسمح لك والطول والوزن تسمح لك اما تطلع للشجرة وتستعمله للتقليم ولا حش الأغصان. الأول هذا تستعملوه لحش الأغصان ولا الأشجار، الثاني غالبا يستعملوه للتقليم مع المقص. كي ما تقدرش بالمقص هذا تكملها بالمنشار. الأول ممكن يقص حتى 30 35 سنتيم، الثاني حتى 15 سنتيم، الثالث كيف كيف. الأول خفيف، الثاني